مؤخرا كلشي تصدم في ارتفاع الثمن ديال الزيتون والزيت في المغرب. قلت الامطار والجفاف ولا الفلاح اللي كان سبب في نظركم؟ في هذا الفيديو غادي نمشيو لتيساف، واحد البلده اللي مشهوره بجوده الزيت وكيتوفروا على الماء اللي كيسقيو بها المزارع ديالهم. احنا بالضبط في وطات الحاج اقليم بولمان. انا نور الدين واهلا بكم. غادي نعرفوا مجموعين شحال ثمن الزيت والزيتون وشحال القنطره يعطينا من ليتر، وعلاش هذا الغلاء كله، مع العلم ان الزيت قبل سنتين كان كيتراوح الثمن ديالها بين 40 درهم و 50 درهم كاع الى غلات. تبعوا الفيديو على الاخر، ديروا شي لايك واشتركوا في القناه وصيفطوا الفيديو لحبابكم يعيشوا معنا تجربه اليوم. صباح النور، احنا جينا مره ثانيه على التواني، ضربوا شي فطور هنا ان شاء الله. غادي نفطروا هي الاولى مع خويا محمد وان شاء الله غادي نكملوا الخوت، باش اليوم غادي نوريكم عاوتاني التفاصيل ديال نطحنوا الزيت ونشوفوا عاوتاني شحال باش غطيح الثمن المسائل كامله. ضربوا شي فطير ونقصدوا المعصره ديالي دابا كتواجدوا في تيساف. هي البيسان وحده من المناطق اللي معروفه بزيت الزيتون بزاف. حنا ليا البيصاره، شحال هادي فاش كانت الزيت اخويا محمد موجوده؟ كانت واحد ليتر وكيدور هنا على هاد الطوابلات وكيدور. غا حطو غا هزو خويا، هاد الامور ميسرة والقضية. دابا 100 درهم شكون يحطها لك؟ راه غا قطرة وحدة كتحسب دابا. واه بسم الله، ما طبتيش انت؟ الذهب الاسود كاين. انت اللي شطبتيه؟ ايوا صافي، نتسناو بعدا. السلام عليكم، تحياتي، صباحكم مبروك. احنا مع الخوت اخ حبيب. مرحبا، اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا البصاره طيب نشاركوا معاهم الزويته عاوتاني. ان الزيت اخوتي علاش كنبغي ندير لكم فيديو مره اخرى، الزيت كيختلف والثمن ديالها كيختلف من وقيته لوقيته، على حساب السيزون، على حساب الفتره فاش كطيح الزيتون والثمن كيختلف. داكشي علاش نحاولوا نقولوا لكم عاوتاني شحال باش كطيح دابا. وهي انا دابا في الكراج فين كيتباع الزيتون حاليا الصباح صباح ب 260 للكيلو، الثمن ديالو 260 للكيلو. وهذا هو الدرجه. اروح السي خالد، هذا السي خالد معنا، واحد من الحريفيه ديال الزيتون في منطقه تيساف. غادي نسولو باش تسمعوا على ودنيكم شحال داير الزيتون ديال الرحى. السي خالد، اليوم الزيتون دايره 13 درهم. خالد هو واحد من الشباب اللي كيشتغل في هذه البلده. هذه الخدمه ديالو هو انه فاتح كراج وكيشري الزيتون من عند الفلاح، ثم كيعاود يبيعوا الناس وشركات وحدين اخرين اللي تيشريو عليه الزيتون الاسود اللي كيتستعمل كيتعلب الى غير ذلك، ثم الزيتون ديال الرحى اللي كيتطحن. فشنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم هو الزيتون اللي كيتطحن كيكون فيه فقط الزيتون الاخضر والاحمر والقليل من الاسود، في حين الزيتون الاسود واللي كيكون الحبه ديالو كبيره كيتباع لصحاب الشركات اللي كيديوه المناطق وحدين اخرين، اللي هو هذا كتشوفوه امامكم. الزويته اهل تيساف تبارك الله عليهم، الله يعطيهم الصحه. خويا خالد الله يعطيكم الصحه، زويته زوينه ما شاء الله. الراحه الراحه الراحه. الزيت 18% حتى 100 درهم، هذا هو الثمن. الثمن دابا الحالي في السوق دابا الروندومون ما كايناش، الروندومون كتعطي ما بين 15 حتى 17. الروندومون دابا اللي كاينه في السوق. الامطار ديال الزيتون فاش كتشريوها الخوت وكطيح المصاريف وديال الرحى والمسائل كطيح، هذاك هو الثمن ديال 90 درهم حتى 100 درهم 95. كاين الناس اللي طاحت عليهم شحال؟ كاين اللي طاحت عليهم حتى 80 85 درهم على حسب. انا سمعت حتى 105 درهم. كاين الناس اللي طايح عليهم حتى 110 105 درهم. الناس ديال وطاط، راه السي خالد عنده الكراج هنايا فين؟ تيساف، هذه راه مده ديال 12 عام وانا كندير الكراج. تبارك الله. تبارك الله. الله يبارك فيك. لا لا كاين. ارواح كلشي سبونتانيزين غير واحد. سمعت الخوت كيدير ديال الرحى وكيدير حتى ديال اي حتى الكحله هكا عادي الصندوق حتى هي كدار، كلشي زين والقضيه راه زينه والفرات موجودين. ولو السوق طالع الله يجيب الشتا باش القضيه تزيان عاوتاني. الله يحفظك اخويا. غمس لي مزيان السي محمد، غمس ضرب ضرب طحن. وبالصدفة تلاقينا مع هذا السيد هذا اللي ظريف بزاف واللي جا من تنغير باش ياخذ الزيتون ويطحنوا في هاد المعصرة هذه اللي كانت واجدوا فيها، وهو كيتذوق هنا وغادي يعاود لنا على التجربة ديالو. هذاك شي ناضي؟ راه من الصفايا. من الصفايا واه. من الصفايا لزلافة. خوت أنا دابا في المعصرة ديري، المعصرة ديال عزيز راه معروف ومشهور بولد الزيانية. أرا بسم الله. لا معصرة ديال عزيز والتزيانية في تيساف راه معروف مشهور هنايا.
هاد الزيت دابا والله الا من الصفايا ديريكت لعندنا باش ندوق كليان ضروري خص يذوق هذا ما كان طحنت السي محمد مازال لا مازال مازال لا طحنا طحنا عندهم انا طحنا فواحد المعصرة لا ديالو مني اللي في الخرجة اللي في الخرجة كاين هنا كاين هنا في تسام عندهم معصرة جديدة انا شفتها ديجا طحنت فيها اللي في الخرجة اللي هي هي هذيك خيرة حطينا فيها دابا واحد 10 فوق تما وجايبين شي بركة هنا عاود تبارك الله شحال راه تعطي دابا قالوا تعطي ما بين 18 17 18 لتر في القنطار تبارك الله تبارك الله وصلنا البارح ولا الزويته الكاليتي كاينه الجوده كاينه تبارك الله راه ديما راه حنا من تين غير تبارك الله ماشي ولاد هنا من تين غير جيتي من تين غير جينا وتنطحنوا عندهم ديما هنا لا 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 يعمرها سعاد كل عام راه دابا شي 50 ولا 60 وحنا تنطحنوا تبارك الله وصلنا عندي تبارك الله مرحبا بك بك من تين غير الله يعمرها دار من السياحه من الاستقبال انا مجرب ومرحبا بكم مرحبا بك دابا انت اللي ضايف عندنا هنا مرحبا بك انت اللي ضايف عندنا هنا مرحبا بك الناس ديال هنا راه مضيافي والله لا راه حنا كنجيو عندهم هنا كنطحنوا عندهم كنباتوا عندهم في الدار مرحبا بك والله الا مرحبا مرحبا بك الحبيب مرحبا ماشي اول مره ماشي اول مره راه تنجيو عندهم ديما راه مرحبا والله الا مرحبا بك انت في الديور ديالهم مضيافي مرحبا الناس ديال الطعام واه مرحبا بك اخويا العزيز الله يكبر بك اسمو هذا الجديد عندك ابو عزيز هو الجديد عندك اسمو العشرة ديال الصباح هذه أول معصرة غادي نمشيو ليها كيف ما كتشاهدوا معايا هذا هو المكان فين كينزل الزيتون أول مرة كيدخل المعصرة وكيطلع مع هاد الصنطة على حد القول ديال مالك هاد المعصرة هذه اللي كيقول بأنه كيتلاح تماك الأعواد اللي كيكونوا مع الزيتون وشي أوسخ كيف ما بغاو يكونوا باش كيدوز الزيتون بشكل مباشرة للرحى ويتسطحن بارك الله وسع عندي داك الشي نار هذاك الشي نار المرحله المواليه الشوامي هنا كيتحط داك العجنه ديال الزيتون اللي كتطحن في الرحى كيف ما كتشاهدوا هنا عندنا الزيتون ديالنا اللي كنطحنوه واللي كيخصنا نراقبوه هاسي نور الدين واقف على شغلو اسيدي كيراقب الزيت ديالو ومعايا البريسا هنا كيتبريسا العجنه ديال الزيتون في الشوامي باش كتخرج لينا داك المرجان اولا ديك العصاره ديال الزيتون اللي فيه المرجان وفيه الزيت الى غير ذلك ثم غادي ندازو بشكل مباشر للمصفات هذه هي البلاصه اللي كتصفي الماء من الزيت وكتعطينا الزيت الزيتون البكر الممتاز الخالص الطبيعي كيف ما كتشوفوا معنا اذا سيادنا كتبقى هذه هي المرحله الاخيره اللي كتحصل فيها على الزيت وكتبدا تعبرها في الخاوي اللي عندك باش تعرف شحال حصلتي على الزيت وشحال من لتر الى غير ذلك اذا المرحله الاخيره كنحصلوا على زيت زيتون بكر ممتاز كيف ما كتشوفوا معنا وباش تكون عندنا فكره واضحه تماما كان علينا اننا ننتقلوا لواحد الرحى او لواحد المعصره وحده اخرى اللي كتواجد في نفس المكان فيلا نشدوا الطريق مجموعين وخليكم معنا حيتاش غادي تكتشفوا وتعرفوا معنا بزاف ديال التفاصيل على زيت الزيتون هذا الموسم هذا انا راكب اخوتي على الترونسبور جاي لواحد المعصره وحده اخرى هنا النيت نفس ديال الصديق النيت اللي انا معاه هنايا باش نشوفوها وتشوفوا النقا ديالها ونشوفوا عاوتاني هنايا الزيتون شحال داير وشحال باش كطيح الزيت باش تاخذوا فكره حتى نتوما يلا على بركه من بعد الوصول ديالنا لهذه المعصره كنتفاجئوا بانه ما كاينش الرواج بزاف بحال السنوات اللي دازوا لانه الفلاحه اختاروا يبيعوا الزيتون بشكل مباشر عوض ما ياخذوه المعصرات ويطحنوه اذا الطريقه باش كتشتغل هذه المعصره نفس المعاصير كاملين عندهم سيستيم واحد في الخدمه كونهم كيتطحنوا على الحجره باترون هنا هو الباترون لا تبارك الله والله يعطيك الصحه التمر هذا داير هنا الروندمون الزيت 18 تبارك الله الزيتون شحال راه داير انا ما عندي زيتون لا زعما شحال راه داير في السوق كاع غير باش ناخذوا فكره الناس انايا ما اللي تما ما نقدرش نقول لك ما كنخرج منها ما
كنمشي حتى للبلاصه. هكاك يعني انت عندك الاخر الروندمو شحال كتعطي؟ تعطي 18 روندمو. تبارك الله والصحه. تبارك الله. تبارك الله. واه كلهم عم تفاهم كلهم. واه عندك الصح. واه معقوله. واه كاين اللي ديالو كاع الجنان ديالو معقوله. هذه البريسه اخوتي، هذه هي اللي كتبريسي داك الزيتون. هذا باش كيخرج هكا، ما هذا باش كيدوز للصفايه. درنا اوتوستوب، مشينا لهاد المعصره باش نوريكم، وما لقيتش ليه هزنا وانا ندير اوتوستوب. اوتوستوب مع التراكتور. الاكسبيريونس ديال التراكتورات ناضي. ولا لا باز علي، احنا غاديين للمعصره. شحال ليمونه العموم؟ 7 دراهم، ماشي بزاف. ناضي نديو شي كيلو ديال الليمونه الخوت. يا رانا نديرو شي حاجه، غنبردو بالليمون مع هاد الغلا ديال الزيت. شحال راه داير عندكم هنا الزيت؟ مصيبة مصيبة كبيرة. شحال 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 دابا؟ 17% 18% ليترو. تبارك الله. طحنت انت ولا ما طحنتش هاد العام؟ انا مازال ما نطحنش. مازال خليها تبقى تعطي الروندمون مزيان مليح. خلينا نبردو بالليمون. الله يحفظك يا ودي، بارك الله فيك. كما سمعتوا على لسان هذا السيد قال لكم مازال ما يطحنش، وهنا لابد للاشاره انه كل ما تاخر الواحد وما جناش الزيتون لغايه شهر يناير فهذا كيعني انه غادي يعطيه زيت كثيره في الروندمون، ولكن كتكون فيها نسبه الحموضه طالعه وكيبقى نوفمبر وديسمبر احسن فتره ممكن تحصل فيها على زيت زيتون بكر ممتاز. احنا عند سيعوك اش عاوتاني انا راه برا عندكوك عاود. هذا هو السي عكاشة اللي مسؤول على المعصره اللي هنايا. تبارك الله، الله يعطيك الصحه خويا عكاشة، الله يسخر لك بعدا المشروع ديالك، الله يسخر لك. اسمو راه داير الزيت عندكم هنا عكاشة؟ خويا الزيت الخضراء هذا داير 90 درهم. 90 درهم من المعصره. اللي كيبغي شويه بزاف هذيك نقدم معاه. واه ضروري، الله يسخر لكم اخو. ها السويت اخوتي، هات شوفوا تغداو معنا خوت. هذه المعصره ديال واحد من الصديق نيت من الدراري ديال تيساف، زعما انا كنعتبرهم كاملين بحال بحال الناس اصدقاء دياولي، وكنخدم معاهم هنا حتى في الصيف. حيتاش كندير هذا الشيء ديال التصوير، يعني كنخدم حتى انا في الصيف. هذه هي المعصره زوينه تبارك الله، ونخليكم واحد الفيديو هنا فاش كيكونوا يغسلوا الشوامي في العين وداك الشيء، ونديكم العين اللي كيسقيو به الزيتون هنايا في هذا فد في تيساف، حيت هما عندهم عين تبارك الله ديال الماء. والله زدي محمد الخيرات، هما عطاوك الزيت انت عطاهم الليمون. هذا ما كان توكلوا على الله. بسم الله. مازال النهار ديالنا كله زيت، كندخلوا هنا نضربوا الزيت، نخرجوا من هنا نضربوا الزيت. اللي زعما هاد الناس ديال تيساف كيكبروا بالواحد صراحه، كيكبروا بالانسان ويعطيوه الوقت ويهضروا معاه. الله يعمرها دار، الله يعمرها سلعه كاع الدراري ديال تيساف كلشي، الله يعمرها سلعه والله يسهل على الجميع. ايوا هذا ما كان اخوتي، يلا نمشيو نشوفوا ان شاء الله فين وصلت الزويته. يا السلام يا السلام على الزويته البلديه. دابا اخوتي غادي نمشيو للمعصره رقم 4 في هذا الفيديو باش نشارك معاكم وتشوفوا معايا التفاصيل لهذا الاسبوع هذا ديال الزيت فين وصلوا الزيتون. دابا المعصره رقم 4 في هذا الفيديو باش تشوفوها في الريبورتاج، ومعنا السائق الدباب يوسف، واحلى يوسف من تيساف والليمون. شوف انت شوفوا بعدا يا سلام. كمل كمل. انت شد يلا حتى اليوم نديروا بها الديسي، راه جايب لنا الغدا يوسف باش نتغداو ان شاء الله. ياك ما نهبط نتفع به. لا 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 ما تفعش. انا ما نعرف. داير على الدبابه والدبابه. حمي كيعجبك يوسف؟ ها انت الدراري ولا الغداء الكوكوط عامره كلشي ياكل، اللي جا ياكل. لا عندك تاكل ما عندكش؟ مالك ليت يا خويا، عندك غادي تاكل. ها هي الجميله طحان لي انا، سيدي الكسره. الله يلا برافو عليك اخي.
المعصرة رقم 4 اللي غادي تشوفوا معنا في هذا الفيديو هذا باش ناخذوا فكره شاسعه. اذا كيف ما كتلاحظوا معايا هذا الزيتون هذا فيه زيتون اسود واحمر بكثره، هذا مما يعني انه الصاحب ديالو يقدر يحصل على روندمون، يعني يقدر يوصل حتى ل 19 او 20 في القنطار الواحد. هذه السمطه كما العاده، وهنا الزيتون كيتغسل في هذه البلاصه ومن بعد كيترمى للخشب مكان واحد اخر وكدوز بطريقه جيده ممتازه كيف ما كتشوفوا معايا. الزيتون كيدوز مغسول وكيدوز مباشره للرحاب باش يتطحن فيها، باش هكا غادي نحصلوا على عجنه تكون زوينه باش تدوز للبريصه كيف ما العصرات اللي دازوا من قبل وريتهم ليكم. احنا هنايا لا جديد يذكر، من غير انه الزيت غاليه والزيتون غالي، وهذا الزيتون قدامكم كلشي كاين هنايا. دابا غادي نمشيو نديو الزويته اللي طحنا باش نقول لكم شحال باش طاحت وداكشي. يلا وخليكم معايا ثانينا التور ديالنا، غادي نركبوا في هذا الدباب، انه الدباب التسافي العريق. شو بعد اللون، اللون يا سلام يا سلام يا سلام، شو على الكولور يا سلام. شو الباب باش يحل الباب، منين يركب خصو يحل من هنا باش يدخل من لي. شوف هذا اسمه الدباب، انه الدباب يا اخي. عشان ما تحضرهاش بحال هكا، شوف من داخل حاجه واحده اخرى. سير على الله معنا الشيفور الماهر درايفر محمد. سير اخويا سير بحثا عن الزيتون، سير سيري جبد لي المسار. لا ما حاولين حاولي اسمود الشي اسمود الخلا درك واش سير سير جباد اجباد عليها عندك. ورجعنا اخيرا للمعصره باش اننا ناخذوا الزيت اللي حصلنا عليها هذا النهار باش اننا نرسلوها للزبائن اللي طالبينها لينا في جميع انحاء المغرب وحتى خارج المغرب. فكنبغيو نقولوا الله يحسن العوان للدرويش اللي ما عندوش مسكين، فصعيب باش انه باش يستافد من هذا الزيت هذه. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، الى عجبكم تشوفوا فيديو في الخدمه كيفاش كنقوموا بالتعليب ديال هذا الزيت هذه وكنقادوها وكنرسلوها للزبائن ديالنا. ما تنساوش تقولوها لي في التعليق باش ندير فيديو واحد اخر مفصل لين توصل الناس ويتذوقوها ويقولوا لنا الراي ديالهم الى غير ذلك. كنشكركم بزاف اللي تابعتوا الفيديو حتى لهذه اللحظه. الا كيدونوا مثلون نور الدين الاخوان تسلم كاملين المغاربين نخك ماني تلام اللي داخل الوطن خارج الوطن. برعيت برعيت اخف النون ونغري اللاشا ادي برعي اخف النس. السلام عليكم.